جات خصوصا بانه جات في توقيت كنقول بانه حاسم من المباراه وقد يمنح ثلاث نقاط غاليه في هذه المواجهه. نتابعوا عبد السلام بن جلون تمريره في الجهه اليمنى عند اللاعب عبد الاله عميمي اللي رفع الكره بهذا الشكل. لاحظوا يعني الطريقه واكيد الابداع و يعني الصوره غنيه عن كل تعليق لياسين الذهبي اللي تمكن من تسجيل كما قلت واحد من اجمل اهداف بالدوري الاحترافي، وبالتالي فرحه مستحقه لياسين الذهبي بهذا الهدف. اكيد هدف يمكن نعتبره ذهبي بالفعل، هدف ذهبي لياسين الذهبي اللي جاء تقريبا بحدود الدقيقه 84 على بعد استاد ديال